كشفت مصادر مقربة من الدوري الفرنسي زين الدين زيدان ذو الأصول الجزائرية أن هذا الأخير عبر عن نيته في تدريب المنتخب الجزائري في حال تمت الاستعانة به من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وكذا في حال استقالة جمال بن ماضي عن العارضة الفنية للمنتخب الوطني، وهذا بعد الإقصاء المر من التأهل لمونديال قطر في مباراة وصفت بالكارثية جراء ما حصل من تحيز واضح من قبل حكم المباراة. وحسب ذات المصادر فإن زيدان عبر في كثير من المرات عن سعادته بأصول الجزائري وأنه بلده الأصلي الذي يفتخر به، وفي رده على سؤال أحد الصحفيين الفرنسيين عن إمكانية قبول تدريب المنتخب الوطني الجزائري في حال تمت الاستعانة به مستقبلا يقول: المنتخب الجزائري يضم تشكيلة من اللاعبين الجيدين ينشطون في دوريات ممتازة على غرار محرز وبن ناصر وعطال وغيرهم، ولديهم كل الإمكانيات اللازمة لكي يكون منتخب قوي لا يقهر عالميا. وأردف قائلا: إفريقيا ما زالت تعاني من التخلف في العديد من المجالات ومن بينها كرة القدم، والمنتخبات مثل الجزائر وغيرها تجد صعوبات أمام بعض القرارات الظالمة أحيانا. وهذا ما اعتبره الكثير من المختصين إيحاءً من زيدان لرغبته في تدريب المنتخب الجزائري إذا تمت الاستعانة به من قبل القائمين على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وكما هو معروف فإن زيدان غير مرتبط بأي نادي أو منتخب منذ استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، وهو مدعم احتمالية تدريبه المنتخب الوطني الجزائري مستقبلاً.